السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. ومش حلقة جديدة النهاردة ولا حاجة، احنا معانا بس خبر وكلكم على علم بيه، ان الناس اصحاب قناة افلام قصيرة اتقبض عليهم بالكامل، مش الاتنين اللي بيمثلوا احمد ونهى بس، ولكن كل اللي موجودين معانا النهاردة تفاصيل حصرية. انا استنيت مرضتش اعرض الخبر الصبح لان ما كانش فيه اي معلومات غير ان هم اتقبض عليهم وبس، فانا جبت النهاردة لحضراتكم تفاصيل حصرية من داخل التحقيقات اللي كانت معاهم في النيابة. واللي امدني بالكلام ده هو رفض ان انا اذكر اسمه، لان هو واحد من الناس اللي كان شغال معاهم ورفض اللي هم بيعملوه وسابهم واستقل عنهم تماما. ورئيس الناس دي كلها او رئيس العصابة دي اللي هو احنا كنا قلنا اسمه امبارح بيبدأ بحرف النون، لكن النهاردة بقى هنجيب اسمه وصورته. اسمه نادر السيد عبد الله صالح شلتوت من عزبة شلتوت في حوش عيسى، وكلهم بالمناسبة من حوش عيسى محافظة البحيرة. وشهرته زموت، وليه قناة بقى اسمها زموت للكوميديا والكلام ده. ومش هفاجئ حضراتكم لما اقول لكم ان المشكلة الكبيرة عندهم في فيديو موجود، بخلاف بقى الفيديوهات اللي هي فيها حاجات مش كويسة بتحصل ما بينهم، في فيديو من ضمن الفيديوهات دي عن ولد عنده بله، والولد ده كانوا جم تنمروا عليه في حلقة من الحلقات. والبنت اللي هي اسمها نهى، واسمها الحقيقي فعلا نهى، اسمها نهى احمد كوانا من ترعة العباسية مركز حوش عيسى، عندها 30 سنة، والولد اللي معاها بالمرة اسمه احمد صبحي بخيت، وده بجوار كوبري البنان على مصرف عيسى زي ما قلت لحضراتكم كلهم من هناك، وعنده 24 سنة، ونادر ده عنده 26 سنة. هم مجموعة شباب، هقول لحضراتكم بقى التفاصيل، لكن الفيديو اللي عامل مشكلة الولد اللي كان عنده بله ده، وجات البنت وقالت له في فيديو من الفيديوهات اقلع، وقعدت تقلعه كل هدومه، لان الولد برضو يعني ايه مش لا حول له ولا قوة، مش هنقدر نقول اكتر من كده. فهم كانوا بيستغلوا كل حاجة اسوأ استغلال عشان خاطر يظهروا بالصورة اللي الناس للأسف بقى بذوقهم اللي مش حلو ابدا بينجذبوا ورا حاجة زي دي. وهقول لحضراتكم كلمة تانية اتقالت في التحقيقات، ودي كانت كلمة صعبة قوي، لما سألوا البنت انت ليه، ايه اللي خلاكي تعملي كده، وانت بتعترفي بحاجة زي دي ولا لا؟ اعترفت وقالت ان نادر واحمد لما جم كلموها قالوا لها احنا هنخلي القناة بتاعتنا زي قناة احمد وزينب. حضرتك متخيل انا قلت قبل كده في فيديو من الفيديوهات ان الناس دي مدرسة، وادي طلبة المدرسة هي مشرفة في السجن، ان هم كانوا عايزين يعلوا بقى على اللي بيعملوا احمد وزينب، قالوا لها احنا هنخلي القناة بتاعتنا زي احمد وزينب وقناة كبيرة، وبعدين انت بتشوفي احمد وزينب بيعملوا ايه ومحدش بيكلمهم، واقصى حاجة بيخشوا 24 ساعة وبيخرجوا. فانجذبت ومشيت ورا الكلام ده، وطمعوا في المشاهدات والفلوس، اللي بالمناسبة مشاهدات القناة وصلت لحوالي 2 مليون مشاهدة في 10 ايام. نيجي بقى لاعترافات اللي اسمه نادر، وفي الاول ابتدى ينكر وانا مجرد صاحب القناة ومليش دعوة، وبعد كده ابتدى يتكلم وقال ان ده في اتفاقات ما بينهم. واللي اسمه نادر ده يملك 5 قنوات على اليوتيوب، هي القناة دي قنوات تانية كان بادئ فيها كوميديا وتمثيل عادي جدا بالطبيعة الريفية اللي نقدر نقول عليها، طالما هنتكلم بحيادية نقدر نقول عليها ان هي ما فيهاش حاجة قليلة الادب، وده كان النمط اللي ماشي عليه في الاول، لحد ما ابتدى بقى يحيد عن المسار وعمل القناة دي لمشاهداتها تعدت 2 مليون مشاهدة، وكانت البنت دي موجودة معاهم بقى بيعولوا عليها عشان خاطر يكسبوا. اما بخصوص بقى تفاصيل اللي هيحصل معاهم في الايام اللي جايه، دلوقتي حاليا تم الانتهاء من التحقيقات معاهم، وحاليا رجعوا تاني للمركز ومستنيين بكره تاني هيتعرضوا على النيابه عشان خاطر مستنيين الرد بتاع مباحث الانترنت. دي كانت التفاصيل اللي موجوده معانا، بس قبل ما انهي هقول لحضراتكم كلمتين، الناس دي كانت ناقوس خطر على كل اللي جاي، لان لو الناس دي ما كانش حصل معاهم كده حضرتك بقى قابل كميه القنوات اللي هتشتغل على نفس النمط ده ونفس النظام ده، ما هو ربح سريع ورخيص، وياما بنات سافله ممكن ترضى تعمل حاجه زي دي، وطبعا احنا عارفين الكلام ده ليه جمهور كبير قوي. ففي نتيجه واحده بس هي اللي هنطلع منها، ان لو حد كان ناوي او بيفكر يكمل على النمط ده على الاقل هيتلم خالص وهيبطل، ولو حد ناوي كان يعمل زي اللي هم بيعملوه على الاقل هيفكر في اي فكره تانيه، لان دي كانت فكره ومؤشر ان يلا ربح سريع ويلا نخش نعمل زي ما هم بيعملوا، والمنافسه تحتد واللي يقلع اكتر يتشهر اكتر. فانا بعتذر اني عرضت اي فيديو من فيديوهاتهم، ولكن
لان الناس ما كانتش هتصدق ان في حاجه بالسفاله والوقاحه دي، وكانوا هيعتقدوا ان ده من محض خيالي وبس، مع ان والله كنت عامل بلور على كل حته فيها حاجه مش كويسه، وبرضه بعتذر لكل حد اسات لي بعرض فيديو من الفيديوهات دي. وبشكر بقى كل يوتيوبر محترم اتكلم عن الموضوع ده، وكان سبب من ضمن اسباب كتيرة قوي ان الناس دي يتقبض عليها، عشان بس يكونوا يعني عبرة لغيرهم مش اكتر. كان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.